يعد الاستفتاء بحسب القانون الدولي شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة، وهو حق مشروع تلجأ إليه حكومات وشعوب العالم لمعرفة رأي الأغلبية بشأن مسألة تخص شريحة أو مكونا معينة. الاستفتاء الشعبي العام هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور على قانون حالي أو تعديل دستوري أو تعديل ميثاق أو مرسوم أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات على أقل تقدير. وبحسب فقهاء القانون يعد الاستفتاء الشعبي ضماناً وحمايةً لحقوق الأقليات. تؤكد المصادر التاريخية أنه تم إدخال الاستفتاء الشعبي المعروف باسم استفتاء الإلغاء للمرة الأولى في سويسرا في إقليم سان جالون عام 1831، ولجأ العديد من الشعوب إلى الاستفتاء لاتخاذ قرارات مصيرية، منها ما حدث في ألبانيا والدنمارك عام 1953 وإيطاليا عام 1970 ومالطا وروسيا. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد تم إدخال الاستفتاء الشعبي إليها منذ عام 1898 للمرة الأولى في ولاية داكوتا الجنوبية. عراقياً، في عشرينيات القرن الماضي قامت الدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط التي شهدت ولادة العديد من الدول الجديدة، ومن بين الدول التي تم تشكيلها آنذاك المملكة العراقية التي استقدم لحكمها الملك فيصل الأول بن الحسين بن علي الهاشمي عام 1925. ولكن سرعان ما برزت مشكلة عائدية ولاية الموصل التي كانت ولاية عثمانية قبل تأسيس الدولة العراقية. بناء عليه لجأت بريطانيا العظمى إلى إجراء استفتاء بين سكان ولاية الموصل للوقوف على رغبتهم بخصوص البقاء مع تركيا أو الانضمام إلى العراق، وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن تصويت أهالي الولاية التي كان الكرد يشكلون نسبة 73% من سكانها الانضمام إلى العراق. ومنذ ذلك الحين تم إلحاق ولاية الموصل رسميا بالعراق شريطة احترام حقوق جميع المكونات وأن يكون لهم دور في مؤسسات الدولة، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العهد الملكي والعهد الجمهوري خالفت جميع التزاماتها التي أرست بنيان الدولة العراقية الجديدة وأجهضت جميع الاتفاقيات السابقة واللاحقة، منها اتفاقية 11 من آذار من عام 1970 على سبيل المثال، وتلا ذلك خروقات عدة. ففي ثمانينات القرن الماضي ارتكب النظام الدكتاتوري سلسلة جرائم وحشية ضد الكردستانيين عرفت بجرائم الأنفال ذات الثماني مراحل، والتي رافقتها جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ضد المدنيين الكردستانيين، وراح ضحيتها أكثر من 180 ألف شخص بين نساء وأطفال وشيوخ كان ذنبهم الوحيد أن الباري عز وجل خلقهم كردا. هذا إلى جانب هدم وحرق أكثر من 5000 قرية في كردستان، ناهيك عن نهب ممتلكات الكردستانيين تحت مسمى غنائم حرب فئة مسلمة على أخرى كافرة وسط صمت من المجتمع الدولي والإسلامي. وكردة فعل على الظلم الذي أوقعته السلطات العراقية السابقة على الكردستانيين، قادت الجبهة الكردستانية آنذاك انتفاضة شملت كل كردستان ضد الدكتاتورية، واستطاعت تحرير مساحات واسعة من كردستان ومن ضمنها كركوك، إلا أن الدكتاتور المستبد وجه أجهزته الأمنية وقواته العسكرية إلى قمع الانتفاضة بشكل وحشي، أدى إلى حدوث نزوح جماعي لسكان كردستان إلى الحدود العراقية مع كل من تركيا وإيران، بيد أي أن الجبهة الكردستانية صمدت وقاومت وحسمت معركة كوري في عام 1991 الوضع في كردستان. وقد تبنت فرنسا موقفا تاريخيا مشرفا، وبدعم من زوجة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران،
حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 في عام 1991 محددا منطقة كردستان كمنطقة آمنة خارج سيطرة النظام، مؤمنة شمال خط العرض 36. فاستتب الأمن وتمتعت منطقة كردستان العراق بنوع من الاستقلالية عن الحكومة العراقية في عهد الدكتاتور صدام حسين. وفي 19 من أيار عام 1992 شهدت كردستان أولى انتخابات تشريعية برلمانية حرة في تاريخ الكرد، وتمخض عنها تشكيل حكومة كردستانية شاركت فيها الأحزاب الكردستانية وجميع المكونات القومية والدينية. في عام 2002 جرت مباحثات لتوحيد الخطاب الكردي أمام العالم، وقد رافق ذلك تأكيدات الولايات المتحدة على إسقاط نظام صدام، لا سيما بعد أحداث 11 من سبتمبر لعام 2001 والتي استهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن. وبعد سقوط نظام صدام في 9 من نيسان من عام 2003، وعلى الرغم من أن الكرد كانوا يعيشون في شبه استقلال عن بقية العراق، إلا أن الأحزاب الكردستانية توجهت إلى بغداد للمشاركة في رسم الخارطة السياسية العراقية الجديدة وبناء الحكم الديمقراطي الذي يضمن حقوق جميع المكونات القومية والدينية والإثنية وبناء دولة المواطنة للجميع. وقد تمخض عن تلك المشاركة تشكيل مجلس الحكم وإصدار قانون إدارة الدولة المؤقت وإجراء انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية المؤقتة التي صادقت على الدستور الدائم للعراق وتضمن بنودا تحفظ حقوق مختلف مكونات المجتمع العراقي. وبدور فعال من القيادة السياسية في كردستان وعلى وجه التحديد دور الرئيس مسعود بارزاني، صار للعراق دستور مدني يعد من أفضل الدساتير في المنطقة، تم فيه الاعتراف بسلطة إقليم كردستان، وثبت فيه مبدأ الفيدرالية والديمقراطية وسلطة الأقاليم وتشكيل الأقاليم من محافظتين أو أكثر. ومع ذلك تم تجاهل أكثر من 55 مادة دستورية تمس الكرد وتنظم مستقبل العلاقة بين إقليم كردستان وبقية أجزاء العراق وفق ما نص عليه الدستور العراقي الدائم. في 22 من شباط من عام 2006 ولغاية 16 من تشرين الثاني من عام 2008 مرت البلاد بأخطر أزمة تمثلت بقيام الحرب الطائفية التي أشعلت شرارتها الأولى تفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء، تلاها تنفيذ عدة هجمات طائفية قتل فيها المئات خلال بضعة أيام، واتسعت الهجمات لتشمل معظم أنحاء العراق ولا سيما بغداد، واستمرت طوال عامي 2006 و2007. وكشفت الإحصاءات الرسمية عن مقتل عشرات الألوف من المدنيين وتخريب وتفجير مئات المساجد، ناهيك عن تنفيذ هجمات وتفجيرات استهدفت تجمعات سكانية أو مدنية عامة مثل الأسواق والأحياء السكنية في مناطق ذات غالبية سنية أو شيعية بهدف الانتقام أو التصفية الطائفية بناء على أيديولوجية طائفية متعصبة. بادر الرئيس مسعود بارزاني ولأكثر من مرة إلى عقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية بين مكونات العراق تداركا لمزيد من العنف ولعودة الأوضاع إلى طبيعتها، واستضافت أربيل عشرات من المؤتمرات والاجتماعات بشأن هذا الموضوع للحفاظ على سلامة أرض وشعب العراق. في غضون ذلك ورغم مساعي الرئيس مسعود بارزاني السلمية ومحاولاته الحفاظ على وحدة وسلامة العراق وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن البلاد، إلا أن حكومة إبراهيم الجعفري قابلت ذلك بالتنصل عن تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والتي نصت على مراحل التطبيع والإحصاء والاستفتاء لحسم مصير المناطق الكردستانية المستقطعة والتي أسماها الدستور بالمناطق المتنازع عليها،
مما خلق توترا بين الجانبين أدى إلى إقالته وتسلم نور المالكي السلطة من بعده، وسار المالكي على نهج الجعفري ذاته وزاده بفرض حصار اقتصادي على إقليم كردستان. تبع ذلك قطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، الأمر الذي لم تلجأ إليه أشد الحكومات قسوة على شعب كردستان. في نهايات عام 2013 حذر الرئيس مسعود بارزاني الحكومة العراقية من خطر تحركات غير مطمئنة لتنظيمات إرهابية في الصحراء الغربية للعراق بالقرب من الحدود السورية، لكن الحكومة العراقية لم تستمع لهذا التحذير. وفي عام 2014 بدأت الحكومة الاتحادية بفرض حصار اقتصادي على إقليم كردستان وقطع رواتب الموظفين، والذي تزامن مع هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مختلف المدن العراقية ومنها مدن كردستان. في حزيران من عام 2014 احتل إرهابي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام ثلث العراق على مرأى ومسمع من الحكومة العراقية، حيث بدأوا من نينوى وتوجهوا نحو ديالى والأنبار وصلاح الدين بعد هروب ثلاث فرق من الجيش العراقي، وتوجهوا صوب كركوك بعد أن تركت قوات الفرقة 12 للجيش العراقي مواقعها، لكن قوات البيشمركة منعت تقدمهم. ورغم اعتراف الحكومة العراقية بالبيشمركة كقوة ضمن المنظومة العسكرية العراقية بموجب الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي التي أقرت بأن قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة هي قوة عسكرية دفاعية واجبها حماية إقليم كردستان ودعم القوات العراقية، وهذا ما تحقق، إلا أن الحكومة الاتحادية امتنعت عن تزويد قوات البيشمركة بالسلاح والعتاد لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي عندما اجتاح التنظيم مختلف المدن العراقية. ورغم الموقف السلبي للحكومة العراقية التي كانت قوة بيشمركة كردستان سباقة في التصدي لهذا التنظيم الإرهابي، ولم يبخل رجال البيشمركة كعادتهم في تقديم التضحيات دفاعا عن أمن وسلامة المدنيين. وبعد انتخابات مجلس النواب لعام 2014 اتفقت القوى السياسية العراقية على تولي حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء كمرشح تسوية، وكانت من أولويات هذه الحكومة تحرير العراق من داعش. وفي آب من عام 2014 غير داعش مساره وحاول التوجه نحو كردستان واحتل سنجار ومخمور واقترب من أربيل، إلا أن التحرك السياسي والدبلوماسي ووضع خطة محكمة لردع إرهابي داعش حالت دون تقدم هذه القوات، وتم بالفعل تحرير كل المناطق التي احتلت من قبل تنظيم داعش الإرهابي في وقت سريع، وأبعد الخطر عن إقليم كردستان، وذلك بعد تلقي الدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. فجر يوم الاثنين 17 من تشرين الأول عام 2016 كان أبناء مدينة الموصل على موعد مع بدء العمليات العسكرية لتحريرهم، عندما هاجمت قوات بيشمركة كردستان الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش الإرهابي في قاطع الخازر واستعادت ثماني قرى، ووصلت إلى تقاطع الحمدانية على بعد 8 كيلومترات عن الموصل، ممهدة الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لاقتحام المدينة وتحريرها، الأمر الذي ما كان ليحدث لولا شجاعة وبسالة أبطال بيشمركة كردستان. وبمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني أصبحت في كردستان جبهة مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لتحرير الموصل. وأكد الرئيس بارزاني ولأكثر من مرة بأن نينوى تحتاج إلى خطة سياسية لضبط أمورها بعد التحرير، لكن هذا الأمر لم يتم. بعد تحرير الموصل تجاهل العبادي قوات البيشمركة في أثناء خطاب النصر، متناسيا تقديم البيشمركة أكثر من 1200 شهيد دفاعا عن أرض العراق، وبذلك سار العبادي على خطى الحكومات السابقة في معاداته للإقليم، على الرغم من كل المبادرات التي قدمت له من قبل الإقليم لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط قال الرئيس مسعود بارزاني: إن شركاءنا في العراق رفضونا، وخيارنا هو الاستفتاء بشكل قانوني وسلمي حول موضوع يمس المصلحة العامة.
على إثره وبعد أن وصل الحوار بين الإقليم والحكومة الاتحادية إلى طريق مسدود، قررت القيادة السياسية الكردستانية في حزيران من عام 2017 إجراء استفتاء جماهيري لتقرير مصير كردستان بالاستقلال عن العراق أو البقاء ضمنه. وعلى الرغم من كل الضغوط على الإقليم من قبل دول العالم ودول الجوار وتهديدات الحكومة العراقية، إلا أن الإقليم لم يخضع لكل هذه الضغوط، وتم الاستفتاء فعلا في 25 من أيلول من عام 2017، وصوت 93% من سكان كردستان والمناطق الكردستانية خارج سيطرة الإقليم بنعم للاستقلال. وفي صبيحة 16 من أكتوبر من عام 2017، وبأمر من حيدر العبادي، دخلت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي مدينتي كركوك وخانقين بعد انسحاب قوات البيشمركة المرابطة فيها إثر مؤامرة لجهة محسوبة على أطراف كردية سهلت دخول القوات الغازية إلى كركوك. ونفذت تلك القوات جرائم ضد الكرد في المدينة، وأقامت بإهانة علم كردستان المثبت كعلم رسمي لإقليم كردستان العراق. ولم تكتفي قوات حيدر العبادي باحتلال مدينة كركوك، بل سعت إلى الاقتراب من أربيل واحتلالها بهدف إنهاء كيان الإقليم الدستوري، حيث أعادت تلك السياسة المقيتة إلى الأذهان ممارسات النظام البائد التي كان يمارسها ضد شعب كردستان، وحيث تم ترحيل عشرات الألوف من بيوتهم وحرق بعضها، وتم تعريب الكثير من القرى والقصبات التابعة لمدينة كركوك. بل وكردة فعل على الاستفتاء، اتخذت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي العديد من الإجراءات الانتقامية ضد الإقليم، كإغلاق المطارات وقطع جميع الطرق على إقليم كردستان وترك البيشمركة لمواقعها في كركوك ومناطق المادة 140. وبعد أيام صدت قوات البيشمركة هجمات للجيش العراقي والحشد في بردة وسحيلة والمحمودية لتوقف بذلك زحفها على كردستان. وفي انتخابات مجلس النواب في عام 2018 حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاجأة بحصوله على 25 مقعدا كقائمة حزبية منفردة تحتوي على حزب واحد، على عكس كل التوقعات التي بينت بأن الديمقراطي قد انتهى. في أكتوبر من عام 2018 تشكلت حكومة عادل عبد المهدي ودعمت بقوة من قبل الأطراف والأحزاب الكردية، لكن تظاهرات أكتوبر من عام 2019 تسببت في إسقاط هذه الحكومة في نوفمبر من العام نفسه. في نوفمبر من عام 2018 زار الرئيس مسعود بارزاني بغداد، والتقى فيها برئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب للتأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين. قوبلت الزيارة بالكثير من الإيجابية. في تموز من عام 2019 تشكلت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، بعد أن حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 مقعداً في انتخابات برلمان كردستان في عام 2018. وأكدت الحكومة في برنامجها على تبني سياسة تصفير المشكلات مع الحكومة العراقية. وبعد فترة من أدائه اليمين، زار رئيس إقليم كردستاني جرفان بارزاني بغداد كمبادرة حسن نية من قبل الإقليم تجاه بغداد لبدء مرحلة سياسية جديدة مستقرة بعد سنوات من الخلاف. وبعد تشكيل الحكومة كانت بغداد أولى محطات زيارة مسرور بارزاني، حيث التقى فيها برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق والعديد من المسؤولين في الحكومة العراقية. وفي جميع اللقاءات أكد رئيس وزراء إقليم كردستان على ضرورة حل الخلافات بين الجانبين حلا جذريا. وبعد أداء مصطفى الكاظمي لليمين القانونية كرئيس للوزراء بدعم مباشر من حكومة إقليم كردستان، زار نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان بغداد، وتم الاتفاق على وضع أسس لحل المشكلات العالقة بين الطرفين. أعقب ذلك زيارة مصطفى الكاظمي إلى مدن كردستان استقبل فيها بحفاوة قل نظيرها، حيث وجد فيه الكردستانيين الشخص الذي بإمكانه إنهاء معاناتهم مع الحكومات العراقية السابقة، ووجدوا فيه الرجل القادر على بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد تعيش فيه جميع المكونات سواسية تحت مظلة القانون والدستور.